أهلا وسهلا، بشكركم والشكر منه بالكلام بالفعل. إن شاء الله كل شيء بتبعتوا لي إياه مش بس بقلبي، بحطه بالكتب وبشارك فيه. وما بدنا نقول معاقين، مش كلمة هانديكاب. وما بدي بقى نلم دفعوا دولار تنصرفوا على الأولاد اللي عندهم سرطان. الدواء ما بيشفي، لو الدواء بيشفي يا أخوتي عم بتزيد الأمراض. ويك أب يا عرب، ويك أب. اللي بيقول لك تلفن تلفن مشان يطلع هيدا اللي بيغني وهيدا اللي بيرقص، أنت تعمل هيك الطاقة اللي بإيدينا العشرة عم بتموت. كلنا عم نستعمل هيك، هيدا آي ظهري، هيدا آي باد، هيدا بيحكي على المدري شو، هيدا بيحكي هون، هيدا معه هيك. هاي العشر طاقات هون عم بتموت. هودي 12 مسار بجسمك، الشر عقليتهم هون عم بيعرفوا كيف يقتلونا. 14 مليون يهودي حاكمين العالم، شفتوا كيف؟ فإذا ويك أب، هودي إيديك مهمين كتير. كل عمرنا بس نبرد بالضيعة بنعمل هيك، يلا يلا يلا. كنا عمرنا هيك، وكنا منولع حطب ومندفي ايدينا ومناكل بلوط، عنا بلوط حلو عنا بلوط مر، وهلا عنا الكستنة التركية مثل المسلسلات التركية. حمير السلطان. فإذا كل واحد بتشوفوه ما عنده اجرين، قول الحمد لله عندي اجرين. ما عندك صرمية؟ ما عنده اجرين هو. ما بعرف من كم سنة عندي هالصرمية، بحطها برا وبفوت. اخلع نعالك اللي تراني مهم كثير. النعال هي الأفعال يلي اعقل وتوكل. رح أقراهم وبشكركم. عم بتقول أنا بشكر إجري، لأنه في ناس ما عندها إجرين. ما تذكرت إلا لما شفت واحد بلا إجرين، صرت أشكر إجري. نعم، صرت أشكر العين والإيد والقلب والعقل وكل جسمي. لو ما شفته ما تذكرت هالنعم اللي عندي. الحمد لله بعدني بمشي، الحمد لله بعدني بشوف، بشارك حدا ما عنده أجر ما عنده إيد. لا تحزن، نحن منحبك مثل ما أنت، منوقف معك وحدك. كل شي بينقص إذا عطيت منه وشاركت فيه، إلا النعمة كل ما شاركت فيها بتزيد أضعاف وأضعاف. الواحد قال أنا بتمنى لو عندي مليون دولار، أمنيتي للعام الجديد. نظرت لقائل الأمنية وكانت عيونه تهيم في الخيال، وكأنه يرى أمامه حقا غرفة مليانة بمليار دولار. قلت له تخيل أيضا أنه في عود كبريت صغير بيحرق لك هالمليار دولار. سكتي، دعينا نحلم. قلت له فلنحلم إذن بما لا يحترق ولا يفنى. أريد ما لا يفنى ومن عليها حتى لو فنيت الأرض. كل من عليها فان. قالوا له حجر الكعبة عم تحفره، شو هو اللي ما بيزول؟ قال له اجعلني أميرا على البصرة. قال له البصرة تزول، أجعلك أميرا على بصيرتك التي لا تزول. بلغ آية. كانوا يتشاجرون كثيرا ولا أحد يسمع أحد. لفتت نظري تلك الطفلة التي هربت من المكان والصياح. لحقت بها تجلس في زاوية من الغرفة ترسم أو تخربش على صفحة بيضة. قلت لها هل أنت بخير؟ هل تريدين أن أساعدك بشيء؟ قالت نعم، قد يكون صوتك أوضح من صوتي لأنك أكبر. قولي لأهلي لا تتشاجروا ولا تصرخوا، فأنا أخاف من الأصوات العالية ولا أحد يسمع. حتى لو كنتوا عم تتخانقوا بالغرفة وولادكم مش شايفينكم، بحسوا فيكم. مثل ما قالت له مين ضرب مين؟ قال له هو قال لي دارلينج. مثل ما انت بتقولي لجوزك دارلينج. فوت على الاوضه تتخانقوا.
ياخذ اسرارهم من صغارهم. احترام وجهات النظر، هي صوره رح تشوفوها حلوه كثير، ومثل هيك بدكم تدققوا وتشوفوها. انا كمان ما قدرت اشوفها الا لما بعدين بعثت لي اياها. احترام وجهات النظر، ان تراها ضفدعة وانا اراه حصان. هيدي صوره صغيره بس رح اكتب لكم اياها. فقط ركز ودقق وانظر من الطرف الاخر، فلنحترم وجهه نظر الاخر. انا شفت الضفدعة بس كمان لحوة، هيدا حصان. فقط علينا بحسن الاستماع والاصغاء لنعلم ان لكل منا وجهة نظر قد تكون صحيحة، وهذه هي الفائدة الاهم في الحوار والنقاش. يا حبيب قلبي يكون حوارنا من نور وهالنقاش شقفة قماش نلفق، مشان هيك الكفن ما له جايبة. بس انت شفت الضفدعة، انا حم لا مانا ضفدعة، انا شفت حصان وانت شفت الضفدعة، كل واحد مثل ما هو بيشوف. نحترم القمر بيضوي ومطفو عدم ونور. تتذكروا يا الليل ما عنده غيره هالطفل ومات وصارت كبيرة بالعمر وأرملة قالوا له هيدا والي بيحيي الأموات. رحت لعنده قال له إيه نعم، روحي جيبي لي رغيف خبز من بيت ما شاف الموت. كلهم إجت قالت له لو أحييته بدي يرجع يموت. علمني على الحي اللي ما بيموت. قال له أدي حدي حي قيوم، ما حي قيوم هو فينا وفينا انطوى العالم الأكبر. ما في لزوم نروح لمطرح يا أخوتي أبدا، كلهم ولا جوروز ولا اللي بعلمه خصوصي بلبنان يا عار العالم. كل اللي طلعتوا معي وين صرتوا يا حبيب قلبي؟ ما في إلا روي الصادق ورجع أمريكا، وهلأ لحوي هون بلبنان يقعد كم يوم. هاي حقيقة، انتبهوا لمين بدكم تعطوا الصدقات والزكاة. خرج أحد الملوك يتنزه، فرأى فلاحا يحرس الأرض وهو مسرور بغني بنشاط وسعادة. سأله الملك ليش أنت ما فرحان ومبسوط وهيك وعم تزرع بها الأرض؟ قال له يا سيدي أعمل فيها بالإجرة 4 قروش كل يوم. قال له الملك بتكفي؟ قال له الفلاح نعم وتزيد، قرش بصرفه على العيش وقرش بسدد فيه ديني وقرش بسلفه لغيري وبنفقهم في سبيل الله. قال الملك هذا لغز لا أفهمه. قال الفلاح أما القرش الذي أصرفه على عيشي فهو ما أعيش منه أنا وزوجتي، والقرش اللي بسدد فيه ديني فهو ما أنفقه على أبي وأمي، أما القرش الذي يسلفه لغيري فهو ما أنفقه على أولادي وربيهم وأطعمهم وأكسوهم حتى إذا كبروا بردوا لي الدين، أما القرش الذي أنفقه في سبيل الله فهو ما أنفقه على أختين عندي مريضتين. انبهر الملك من ردود هذا الرجل البسيط فاشترى الأرض ووهبها له، فباع الفلاح الأرض وأخذ الفلوس وتزوج على مرته وراح على تايلاند. فإذا ما تسمعوا شو بيحكوا، اسمعوا أقوالهم ولا تفعلوا أفعالهم. هلأ لا بدي أقوالكم ولا أفعالكم. فات على حسابي سوبر ماركت، على حسابي رجع فوت قبل كل هالطرق قبل كل الديانات وقبل آدم وحواء. شو كان في؟ كان في وجود. أنت الوجود، you are the existence. ما في بالوجود إلا الوجود. بس اقرأ أيها العربي، شو بدك اقرأ؟ مسكي شو حلوة هالصورة ورح نشوفها، وهالصورة بتحكي 1000 كلمة. وكلمة مين هون؟ المانجر، أنا مدير العام، أنا يلي بدير الإدارة الإداري الكبير. وتحته مين في؟ وين إني شوفها الإكزيكتيفز، يعني من تحت المدير العام أو الرئيس تحته مين إني؟ وتحته مين في؟ ديبارتمنتس، هالجزء الفرق وهالجزء وهالجزء، يعني هالغرفة وهالغرفة وهالغرفة وهالغرفة. وهون الشعب، هيدا بيعملها عها، ها بيعملوها اكثر عها، ها بيعملوها على هي، وهودي على الشعب كله.
فإذا كل ما غيرنا رئيس بيجي بيروح الحرى بيجي الأحرى ما طوى بيروح الشبعان بيجي الجوعان وشو بيعملوا كلهم على الشعب مين لازم يحكم الشعب بس وين راحت الأخلاق إنما الأمم الأخلاق ما بقى في أخلاق أتيت لأتمم مكارم الأخلاق ما في أخلاق كل واحد منا يسأل نفسه ما فيني غير حدا بدي غير نفسي وبس قالوا لي يا جحي مشكلة كبيرة عندك بالبيت قالوا أنا عندي بالبيت قالوا وين بالبيت بالمطبخ قلت النوم بمرتي في نعم كل واحد منا يقعد يتشكر ويذكر هالنعم اللي فيك إذا بلشت تعد النعم اللي فيك ما فيني قلك بيخلص الوقت وما بتخلص تردد هالنعم كل يوم أي كتاب صغير هيك تبلش تقول بدي أقعد أقرأ وأكتب كل ناقة القمر له جانب مظلم وردي واحدة لإنسان على قيد الحياة أفضل من باءة كاملة على قبره أنتو حي روح بروم على الأحياء بالحي شوف أنا شفت مرة عنا بالحي ست أولاد ما حدا بيطلع عليها وخفت قلت معقولة وأنا ما عندي حدا بس عندي صديق بعيد قلت له يا ريت في يسكن معي بالبناية صاحب البنية بده إيش تيشيلني وبدفع أجار جديد وما حدا عامل أهله مثلي وابنه هيك بس كل ما مش حطنيهم أي إزعاج بيعملوا بس إذا الكلب عضك أنت تعضه اجلس صامتاً لمدة 15 دقيقة يومياً اقرأ كتب أكثر من التي قرأتها بالسنة الماضية بتلاقي الأجانب قاعدين بالترين وين ما كان حاملين كتاب أنت قري الكتاب اللي بتحبه أنا ما بقرأ إلا أوشو لأنه أوركسترا حط علم أبدان وأديان من ابن 9 سنين حط سر لا إله إلا الله وجدت إشارة قالوا له أنت شيطان قال لهم I am a divine devil شيطان رحماني فإذا الإنسان منه جسد السائل هو المسؤول وإذا صدق السائل هلك المسؤول اعقل وتوكل وفينا انطوى العالم الأكبر تأمل ساعة خير من عبادة 70 عام انت آية وصرت آلة انت آية الكرسي وصرت آلة للكرسي راح العدل راح العقل واحتل الجهل كل بني أبو جهل كان الإنسان بخدمة الآلة هلأ الآلة وين صارت؟ هي عم تخدمك؟ كانت هي تخدمك صرت أنت عم تخدمها بس أي خدمة عم تعملها؟ بتنام وعقلتك بالسيارة بتاخد مرتك وولادك تتعمل سياحة بس عقلتك وين؟ بالإنترنت ومين بجيب أكتر وهيدا أهلا أهلا حبيبي كيفك اشتقت لك؟ كله كذب لو ما معه مصاري بدك تاخدهم رجال عنده مرة حلوة بيشغلها قال لي ايه بتشتغل قال لي يلا مضي معلش يعني شو نعم الموت حق وهو الذي يوحدنا صدق من قال هم السلاطين والسادات والأمراء ما لذة العيش إلا صحبة الأتقياء الله مع الجماعة مع أهل العدل سلطانة حمير السلطان عندما تنام تذكر الله وعندما تقوم فاحمد الله دواؤك منك وما تشعر ودواؤك منك وتستنكر وتحسب أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر وأنت الكتاب المبين الذي بأحرفه يظهر المضمر أنت الكتاب المقروء والمنظور خلقه القرآن نور يمشي بين الناس البيت الذي يخلو من الكتاب هو بيت بلا روح الحمد لله بعد في ناس عم تشتري كتاب وتقرأ
من اشترى ما لا يحتاج إليه باع ما يحتاج إليه. بس تروحوا تعملوا شوبينج، اعملوا ويندو شوبينج بعيونكم، آي شوبينج. أنا عايزتها هي، لا ليش بدي اشتريها؟ لأني ضجران. مثل هيدا التركي معه مصاري، يقول يا دم يا مدم، حط المصاري يا دم يا مدم يا دم يا مدم. أكلتها ما بدي إياها، أكلت ما بدي إياها ما بدي. جمع مصاري شو بدي أعمل فيهم؟ بدي أعمر مسجد. طيب لشو بدي أعمر قبة؟ ما الله عمر القبة. هاي القبة موجودة. طيب لشو بدي أعمر حيطان؟ ما في حياة بيني وبين خيي. اشترق هالأرض. طيب هاي الأرض وهاي القبة. هلا هيدا بيت الله، مين ما كان بيجي؟ علي وعبد الله وافاديس وهاجوب ونصر. مظبوط، هودي السبع منارات الحنيفيه. بس لازم اتذكره. مرق واحد قال له شو رح تعمل؟ قال له رح اعمل سبع منارات. قال له انا اول مناره. وقف جا واحد تاني قال له أنا تاني منارة، تالت منارة. النور بالإنسان مش بالمنارة. كتار من العالم بيجوا تيزوروا هالمسجد بتركيا، كل الناس بتجي. ما في كتاب، ما في قرآن، هذا كتاب الله المقروء والمنظور. بيطلع الأذان، بدق الجرس. أنت كتاب الله. قال قرأت كثيرا عن أضرار التدخين، لذلك قررت الامتناع عن القراءة. كان في ضيعة وبعدها موجودة بلبنان اسمها عبرين. في كثير ضيع لازم نغير لهم أساميهم، كل اللي فيها كفر 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 كفر. بعبرين كلهم بيدخنوا، ولا مرة حدا صار عنده سل أو مرض. وكان بدوما كلهم يزرعوا دخان، وبي عنده المفرمة يفروا وياخذوها من بيت لبيت، والورق يلزق ويعطي الناس. بعدين الدولة صار عندها بطلة، وصار يحطوا بالورق، وصاروا بعدين يحطوا بالفلتر، وهيك صار كل الدخان ملوث، كله في سرطان. العلي منا بال ورقة التنبك. نحن عنا تنبك بمصر في ملوكية، بأمريكا في الماريوانا. كانوا الملوك، الملوكية الملوخية تشربها هيك ترتاح شوية، تسمع حديث الناس بيشربوها الملوك. بدون ما كنا نخشخش الأولاد يناموا خشخاش، تنروح نسهر خشخش يوم. فإذا هلأ كل شيء مضروب، الأكل كل شيء كل شيء. وين الحل؟ بالنوايا، إنما الأعمال وبالنيات ولكل امرئ ما نوى. إذا رايح في سبيل امرأة تنكحها أو في سبيل هيك أو في سبيل هيك، هذا الحج تبعك. والله ما حج إلا ناقتي وأنا وإعربي من البصرة، ما حج. انكتبت له الحجة لأنه شاف امرأة أرملة ومعها أيتام. تفضل. قال له الله ما ساكن بالحجر وبالشجر وبالطير بالبشر. طوف حوالي سبع مرات. فإذا لازم نفهم معالمنا. الضمير الصادق خير وسادة للراحة، المال خادم جيد لكنه سيد فاسد. كيف تستعمله؟ دقيقة الألم ساعة، وساعة اللذة دقيقة. إذا ضاقت بك الدنيا فلا تقل يا رب عندي هم كبير، ولكن قل يا هم عندي رب كبير. بتضلك تحبني؟ قالت له بعد الزواج. قال لها إذا زوجك ما عنده مانع. كن عظيما ودودا قبل أن تصبح عظاما ودودا. حلو كتير. كون أنت التغيير يلي بتحب تشوفه بهالمصير. Be the change that you want to see in the world، بهالعالم. غير نفسك أنت.
خبرتكم بأوسخ بنية، بيتي ما له علاقة بكل أمة العرب بنوع خاص، كلنا كل واحد علي بنفسي. أوقات بحس عم صير كثير مهسوسة ووسوسة، بنتبه ما تزيحي عن الزيح، كوني على الصليب، ما تتطرفي بالحكمة ولا يكون في إفراط لا بالعلم ولا بالحكمة، طلعي فيهم اثنينهم ولا ناصيتي بيديك. ننتبه ما يكون علينا دين لا مادي ولا معنوي، إذا هن بيكرهوني هيدي محبتهم إلي، هالقد بيعرف. ما تكون فيكتم، بي فيكتور، ما تكون ضحية الجهل. لا تجعل الأفكار السلبية تسيطر عليك، ووفر طاقتك للأمور الإيجابية. دايما هيك، يعني عندي جارتي بحكيها لو لك شي مرة قولي شي إيجابي، هيدا هيك وهيدا هيك، ما بتقدر، هيدا دورة. اسكتي، شوفي حتى بالاشياء السلبيه في ايجابيات. الشر كبير والشرخ الاكبر بين الناس وبين البشر، وهذا هو الشر. نحن عم ننفصل عن بعضنا بدل ما نتواصل، هالتواصل بصله الارحام. لا تقطع الا هالصله، هالتواصل. مش لاني عايزتك بدي اشوفك، لا. ليش؟ لاني عم بعصرك. حبني جوزي أنا وقوية، حبوني ولادي أنا وغنية، إذا ما معك مصاري ما حدا بيحبك. فإذا أول شيء بدي أحب هالجسد، لجسدك عليك حق. بعدين بدي أتعرف على هالنفس الأمارة بالسوء. علمياً اليوم عم بيحكوا، أول 7 سنين، ثاني 7 سنين، عرفيني على صاحبتك وتعرفني على صاحبك. ثالث 7 سنين، 21 سن الرشد، بال 28 إذا بعدك عم تركض بتصير كهل نزل dirty old man. ما معناته ما بتكون مع حبيبتك أو حبيبك أو حبيبك أو هيك، ولكن بتكون نور من نور، إله من إله، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق يساوي الآب في الجوهر. ما بقت علاقة جسد مع جسد، لم يمسسني بشر، نور من نور. مش بدي إياك مثل ما شفتيك 20 مليون دولار حتى عملت المؤخرة، وهو صرف كذا مليون دولار تيعمل شعراته شوي من هون بيض كلهم هون سود وألقاب. شو هالمطب اللي وقعنا فيه؟ وعلم آدم الأسماء. انت دكتور دق وطار بالمستشفى مش على الطريق، معك المحامي والاحترامي للحرامي صاحب المجد العصامي، بس تقول لقبك وقعت بمطبك. علم آدم الأسماء. يا الله، العلم يعمي والجهالة تعمي، والجهالة والجلالة تعمي، وكلاهما بلاء. اطلب العلم، علم الأولياء، وعلم ورثة الأنبياء. الوردة الكاملة فيها شوك، الحياة المتكاملة فيها الألم، وعلمني من علمني. انظر الآن إلى ما هو أمامك أيها الإمام، لا تنظر لا إلى الوراء ولا إلى المستقبل، بل الآن اعمل وعقل وتوكل، وبتعيش بلحظة أشهده مش أشهده. كتار هلأ بلبنان أشهده 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 بكل الأعمار. يعني الحل منا بالشحيدة، شو عم تعمل بهالشحيدة؟ بتعطيه لقله دولار، شوف شو عم يعمل فيه. ميل الحرام بروحه وصاحبه، وقت اللي شاف المسيح وقال له تعا معي تعلمك تتصيد الإلهية اللي فيك، تصيد البشر اللي فيك هالنور. بس المسيح اللي عم بيحكي مش مريم، عنده حضرة، منا بالكلام، بالحضرة. شو ما قال ما تسمعوا. مشي، اجوا قالوا له بطرس بولس تعا بيك مات، قال له فيني روح ادفنه 3 أيام، قال له دع الأموات تدفن بعض البعض، هيدي هالطقوس والتقاليد اتركوها. الموت احتفال، ما في موت، تقبل منا هذا القربان. نعم يا الله، شو بدي أقولكم؟ أن تصاحب جاهلا لا يرضى عن نفسه خير من أن تصاحب عالما يرضى عن نفسه.
قال له ما بدي إلا رضاك، قال له أنا راضي عنك. اتقي شر من أحسنت إليه بالإحسان إليه. الغفران أقوى أنواع الانتقام، فاغفر لنا كما نحن نغفر لمن أخطأ وأساء إلينا. هالقد بيعرفوا. لا يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، ولا تسقط شعرة من رؤوسنا إلا بإذن من الله. لتكن مشيئتك آل المسيح، واهتزت الأكوان. من بعد ما عمل كل هالمعجزات ما إلا لزوم أنك تعمل أي معجزة. قال له المعجزة الوحيدة أنك ما تعمل ولا معجزة. أنت المعجزة الإلهية وحطها فيك. ليست المعجزة بالعصا بل بعيسى، ويقول الحق يا أولي الألباب وليس يا أولي الألقاب. وعلم آدم الأسماء. خير عادة أن لا يعتاد أحدكم أي عادة، لأن الطهارة في عيش الميزان في كل لحظة وكل أوان. كل يوم حطوا كتاب واكتبوا شو ما سمعتوا كلمة حلوة، أي بشرة أي إشارة حطوها بكتاب. بس تشوفوا إنسان يكون صادق، ما ترموا مجوهراتكم للخنازير. مع الأسف اليوم الخنازير أحلى من أي فيروسة الوزير. المسيح بيقول خذوا كل هذا وجسدي واشربوا هذا، هو دمي للعهد الجديد، يعني موت وقيامي كل لحظة. أنت مسؤول عن جسدك بكل لحظة، فاطمة الزهراء فاطمة البتول. لجسدك عليك حق، أنت السائل وأنت المسؤول عن صحتك. العقل السليم بالجسم السليم، وكلوا من خيرات أمكم الأرض وحسب المواسم. أنت اليوم بلبنان، أنا بلبنان، بأي ضيعة بأي قرية، أستودعكم الله حيث لا تضيع ودائعكم.